يبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية، هذه الطائفة المتطرفة المعادية كلياً للجيش الوطني، تسعى بالرغم من تخاذلها وضعفها إلى توسع نطاق نهجها المتطرف داخل البلاد، خاصة بعد انتشار رقعة تواجدها بالمنطقة الغربية تحت حماية ودعم حكومة الصخيرات ومساندة النظام التركي والقطري. فقد ذهبت تركيا بعيدا في دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا سرا منذ سنوات، لكن تدخلاتها في الأشهر الأخيرة باتت علنية، فمن تسليح تلك الميليشيات إلى المشاركة ميدانيا بقوات خاصة في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي، بالرغم من إدراك تلك الجماعات الإرهابية التي يقيم عددا من قادتها في تركيا وقطر اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الجيش الوطني الليبي الذي يخوض منذ سنوات معركة مصيرية لتطهير البلاد من الميليشيات المتطرفة أصبح خطرا على مشروعها في المنطقة، حيث تسعى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى تعزيز أذرعها العسكرية في ليبيا، والتي باتت تعتبر ساحة لإعادة التمركز في ظل نكسات وهزائم متواترة رسمت ملامح تفكك المشروع الإخواني في عدد من الدول بما فيها تركيا ذاتها. ولكن بالرغم من مواصلة منابر الإخوان المسلمين في شن حملاتها الموسعة ضد الجيش الوطني، إلا أنه على يقين تام بقدراته وإمكانياته في محاربة كافة العناصر المتطرفة على الأراضي الليبية ودحر من يحاول المساس بأرض الوطن من غاز أو متطرف.